السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. وصفتنا لليوم طريقة حميس اللحم الخروف بطريقة مميزة ولذيذة. نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نرفع مقلاة على نار متوسطة، راح أضيف قليل من الزيت. يسخن عندي الزيت، راح نزل قطع اللحم مع قطع الإلية، راح نشوحها مع الزيت لمدة ربع ساعة تقريبا. نحرك اللحم بهذا الشكل حتى نحصل على اللون الذهبي وحتى نتخلص من السوائل الموجودة داخل اللحمة. نستمر بالتحريك لمدة ربع ساعة تقريبا، وممكن تضيفي السمنة أو السمن العربي أو البلدي بدل الزيت، وما تكون نسبة الزيت كثيرة لأن اللحم مع قطع إلية حتى ما تكون أثناء الوصفة كثير دهينة ومضرة. نستمر بالتحريك، وهلأ بدي أغطي الطنجرة وأتركها مدة 5 دقائق حتى تتشوح حتى ناخذ اللون الذهبي. وهي عندي اللحمة ما شاء الله تشوحت واخذت اللون الذهبي. وهلأ بدي اضيف كوب من الماء، الماء ما يكون بارد ولا يكون ساخن، الماء يكون دافئ وبحرارة الغرفة. بعد اضافة الماء راح اغطي الطنجرة، ما اغطيها بشكل كامل، راح اغطيها بهذا الشكل بس بغطاء حتى نطالع البخار اللي موجود داخل الطنجرة. وهلأ بدي اخفف النار واترك الطنجرة حتى ينشف الماء تماما. بعد ما نشف عندي المي راح اضيف قطع البصل. عندي البصل مقطع بهذا الشكل قطعة كبيرة، اذا عندك بصل حبات صغيرة ممكن تضيفيه. نشوح اللحم مع البصل حتى ياخذ الطعم والنكهة، وبعد 5 دقائق هاي عندي اللحمة استوت والبصل استوى. وهاي المرحلة راح اضيف قليل من الملح، اضافة الملح في المرحلة الاخيرة، لان اذا اضفناه في البداية راح تتأخر عندي عملية الاستواء وراح يشد معي اللحم. وهاي عندي اللحمة استوت ونضجت، ريحتها كثير شهية. وهلأ بدي اضيف قليل من الفلفل الاسود، إضافة البهارات حسب الرغبة ويبقى ذوق شخصي، ولكن أنا أفضل الفلفل بكمية قليلة حتى ما تغير عندي طعم اللحم. نتركها دقائق ونطفي النار، وهاي وصفتنا جاهزة واللحمة استوت مع البصل، ريحتها كثير شهية والطعم كثير لذيذ. أتمنى تجربوا هاي الوصفة وهاي الطريقة. راح طفي النار، وبصحة والف عافية. مدة حميس اللحمة أخذ مني تقريبا نصف ساعة. بهاي الطريقة أعزائي تخلصنا من الوغف والزنخة يلي يطلع على سطح الطنجرة، وكمان استوت عندي اللحمة بسرعة لأن الملح أضفناه في النهاية، والتشويح من البداية راح يسرع بعملية الاستواء. أتمنى تجربوا هاي الطريقة، طريقة كثير كويسة ولذيذة. إذا عجبكم الفيديو أعزائي ما تنسوا اللايك، إذا تشاهدونا لأول مرة أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. أشكركم كثير أعزائي المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم، وشكرا كثير على حسن المتابعة والمشاهدة. وأترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.